انت بشانك حال انا مره من ساعه اخوك خالي شاري له اغراض وحط الموتره على الطاي. بسم الله الرحمن الرحيم. المعوذات يقرن جن. بسم الله. كن كن الفرع ما باقوا. طيب ما يخالف، شاري له اغراض غاليه شوي، واكبر غلط انك تحط اغراضك بالسياره وتدخل بيتي. شاري هنا العصر، وعلى اساس هو يبيه هنا بيوديه للمكان العشاء، ولا حرك موتره. يوم انه طلع بين صلاه المغرب والعشاء، ولا يلقى ذاك العامل من جنسية آسيوية واقف عند بابه مع هذه اللي دخلها بين الباب. اوه بيفتح الباب وينفخ، يبي يفتح الباب. ايش فيه وش ما فيه؟ نعم، قال تو نزلني واحد هنا وقال لي افتح لي الباب وبجيك. يقول انا قاعد يدور حولي، انت ايش تبي؟ وين تشتغل؟ قال انا هنا محل المفاتيح اللي هنا. يبدو لي انه مراقب خالي، يبدو لي انه شاف الاغراض بالسياره. مؤدب، ما وده يكسر قزازه، راح جاب له عامل يفتح له، يفتحها بالسهوله وياخذها. اي والله حرامي مؤدب، والله مؤدب. ويسال خالي عن مواصفات سيارته اللي الشخص اللي جايب العامل ذا اعطاه المواصفات، لكن ما اعطاها مواصفات دقيقه. تعرف ما يعرفون السيارات وانواعها، لكن مصيبه. ليته جلس وخلاه يكمل شغله. لا ما جلس، عشان يتورط ياكل العامل الحاله. اي ساله خالي، قال لي وين؟ قال له وينه؟ يعني هذاك شافه وهو جاء. لا يا رجال، هذاك راح جاب عامل ونزل عند سيارته. حلو. اي افتحها بسرعه ويدور ياخذ لفه على الحاره كامله. اي فاهم، مظبوط. ويشطف، اذا شطف ولقاه فاتح السياره اخذ الاغراض اللي بالسياره وقفل هذا ومشى. المصيبه ان خالي طلع ما ادري وش مطلعه، ويشوف ذا العامل اللي يشتغل بسيارته. وش عندك؟ قال نراعي السياره، قال افتحها لي، انها ناسي اغراضها داخلها ومفاتيحها. وين راعي السياره؟ قال انه يدور من اليوم. اي يقول هو يدور، هو واحد يقول معه واحد يدور هو اياه. حول يا ولد الحرامي. الحرامي مصيبه، بعضهم يعني يجي وامن ما عنده احد. ايه ولا طق خبر لحد، ولا طق خبر لحد. انا والله كنا حلاله، يعني كنا بشر من حلاله. يا رجال اسمع. يسمع بالمثل ذاك اللي يقول قرب من الخوف تامن. ايوه انا مره بالمرات طالعين للبر انا ومجموعه من العيال، يوم جت حول الساعه 2 وبنرجع، دخلنا حول حارتنا على الساعه 2 وانا الحاره مليانه دوريات، مليانه دوريات. يا ولد وش فيه؟ وش ما فيه؟ وش فيه؟ وش ما فيه؟ وانا معنا واحد من العيال بيتهم موقف عند الدوريات. والله يا هو قمط، وش السالفة؟ وش صاير؟ وش ما يوم وقفنا ونزلنا وشفنا السالفة، قال انهم يطردون لهم حرامي تبع عصابة ذابحين لهم ناس وسارقين اغراض. عصابة يعني لهم سلاسل اجرامية، ما مرة واحدة يسرقون. اعوذ بالله. وانهم لحقوهم، لحقوا واحد منهم جنسيته اسيوية، أودي أذكر الجنسية لأن الديرة هذه أهلها فيهم ناس طيبين. أودي جاء بلاغ من واحد من اللي بالحارة أنه شاف رجال يمشي على سور البيت، وكلم الدوريات وسكروا المنطقة كاملة ويطاردونه. تخيل من سطح لسطح يطامر، من سطح لسطح. هم حاصروه على المربع كامل ما يقدر يطلع. سيارته موقفها بعيد شوي، رصدوا سيارته فتشوها لقوا فيها الظهر 15 كيلو او حول 15 كيلو ذهب. صح. ذهب إيهابا. لقوا فيها 120 الف ريال، لقوا فيها اشياء واجد. اشهد انه سرق، دسمها. سيارته قديمه، سرقات واضح انها حقت اسبوع او اسبوعين. سيارته قديمه فورد. المهم انهم احجروه ببيت من البيوت، يوم انه طب بالسطح يبي يطب لسطح ثاني ولا بعيد، او انهم حاطين شينكو ما ادري ايش حاطين، ويحشرونه يرقون عليه بالسطح ويطب داخل خزان المويه. يهبه يتغبى، يطلعوا للسطح يدورون يدورون ما لقوا، يسمعون طقطقه وداخل الخزان عرفوا انه داخل، فضوا المنطقه كلها حقت السطح وجلسوا يفاوضونه. اطلع سلم نفسك امورك طيبه.
المصيبة أنه طلع معه سلاح وقام يرمي بشكل عشوائي. حتى أنه أصيب ضابط برجله. جاء واحد معه سلاح ويطلق على العالم. جاء واحد من الشرطة طلق على رجله وهو يطيح. يوم طاح هي الطيحة وتجمعون عليه كله. حرامي حرامي فيها باو يرمي. ايه يرمي. يوم رموا عليه على ساقه او على ركبته او على شيء وهو يطيح لانه قام يرمي شكل خطر على العالم. يوم مسكوه ينزلونه يدقون على الاسعاف ياخذ الاسعاف. كان عنده في مشاكل صحية اصلا قديمة. هي وضعه مو بوضع انسان طبيعي. مشاكل صحية داخلية قديمة وهو جالس في المستشفى وعرف ان المر يعني بياكلها وهو يذبح نفسه داخل المستشفى. يهاب. اي والله. والمصيبة تدري وش المصيبة؟ ان عمره 26 سنة بس. لحوت. وش اللي وصل هالحال ما؟ عصابة عصابة. انا قعدت اسولف البلاوي. اسولف مع راعي البيت لانها التقرير وكل شيء لان كل شيء صار ببيته. يقول يا رجال طلعوا من وراه بلاوي. السرقات اللي سارقينها حول فوق المليون. يوصلهم الخيوط ثانيه سرقات قديمه. ايه جابوهم كلهم طيور شلوى جابوهم كلهم. فمثل هذول يجونك ايه مثل هذول ترى يجونك اصابات ما يجيك شخص واحد. ما يجيك واحد سلسله. ايه اصابات تلقاهم بنفس الوقت يسرقون اكثر من منطقه. ايش بلاك لعبتوا فينا بالدخان صدق. والله فكرتكم حلوه بس والله لاني امشي انا حوله بس قلت خلنا بكتب نفسي لين ما اطلع. يكتم المشخاط. الشيطان انكتم اجل. هي المشكله الكبريت ذا الموت. كبريت كتم. انا دخلت حتى دقيقه ما كملتها. كتمت من قلوع ذبرو بالفلق ولا